السلام عليكم، معكم احمد اسماعيل، دكتور مهندس في كليه الهندسه جامعه القاهره. بما اني مهندس وفاهم يعني ايه اهميه الهندسه وعارف ان اهم حاجه في الهندسه هي الاداره، فباذن الله في الفيديو دوت هتكلم معاكم عن ازاي نعمل مشروع مانجمنت قوي مبني على اسس علميه سليمه باستخدام البيم ديفلوبمنت. خليكم معايا. طيب في الفيديو ده هتكلم عن المانجمنت وبالتحديد الانجينيرنج مانجمنت او المانجمنت في مجال الانجينيرنج. هو مجال مهم جدا لاي مهندس لانه بيقدر يدير بيه العمليه الهندسيه والمشاريع الهندسيه بشكل كامل، فبيقدر يدير كل التخصصات الهندسيه. فالهدف من الفيديو ده ان انا هتكلم على البروجكت مانجمنت او مشروع المانجمنت اللي احنا هنقدمه باذن الله على المنصه الخاصه بيه تريبل انجينيرنج. باذن الله المشروع دوت هيكون مسؤول عنه المهندس عبد الرحمن. المهندس عبد الرحمن من احسن الطلاب اللي اتخرجوا عندي في الكليه، كان من الطلاب المميزين جدا عندي في السكشنز، واتخرج سنة 2020 ودلوقتي عنده خبرة 4 سنين في مجال المانجمنت بالتحديد البيم ديفلوبمنت والاي بي اي للخاص بإدارة المشروعات. عبد الرحمن مش بس مجرد مهندس اتخرج من عندي من الكلية، عبد الرحمن بالنسبة لي اخ صغير وعزيز على قلبي جدا. عبد الرحمن مجرد ما اتخرج من الكلية قرر انه ما يبقاش مهندس عادي، قرر انه يطور من نفسه فانضم لي المنحة بتاعة وزارة الاتصالات الخاصة بالبروجرام اي تي اي اللي هي مدتها 9 شهور في مجال البرمجة والسوفت وير الخاص بالبيم ديفلوبمنت. عبد الرحمن كان متخرج من الكلية بمشروع المانجمنت، كان تقديره في الكلية العام امتياز مع مرتبة الشرف، وكمان كان الأول على مشروعه. عبد الرحمن من الطلبة اللي دايما بتسعى للتطوير من نفسها وبتسعى للأمام. عبد الرحمن لما انضم للمنحة بتاعة وزارة الاتصالات كان متقدم 25,000 مهندس، قدر يبقى من أحسن 25 نجحوا في دورة وزارة الاتصالات دي، وبقى عنده خبرة كافية واشتغل في مجال المانجمنت على مستوى العالم في شركات انترناشونال كبيرة، واشتغل في مصر في شركات كبيرة جدا في مجال البيم ديفلوبمنت. عبد الرحمن كمان عنده خبرة في الويب ديفلوبمنت تكنولوجي، وخبرة في استخدام الاي بي اي يوزنج السي شارب، لغة البرمجة المشهورة في المجال الهندسي. كمان قدر يطور من نفسه وعرف الارك جي اي اس المبنية على السي شارب، زي نفس اللغة اللي انا اتكلمت عليها من شوية، المهمة في مجال الهندسة، وتعمق اكتر في المجال دوت، وتعمق اكتر في الايفي، وقدر يتعمق اكتر في الاي بي اي والارك جي اي اس باستخدام السي شارب، لان لغه دايما لما تتعلم برمجه بتقدر تنطلق في اي حاجه بسرعه الصاروخ. المجال بتاع المانجمنت مجال مفتوح، تقدر تنطلق فيه زي ما انت عايز. من الحاجات اللي بقى عبد الرحمن مميز فيها الارك ماب والارك جي اي اس والارك اف ام للموبايل والدبليو بي اف ديسكتوب ابلكيشن، دي حاجات متقدمة جدا في مجال المانجمنت. بعد ما اعلنت عن شركتي تواصل معي عبد الرحمن ان هو عنده فكرة ان هو يقدم للمهندسين مشروع تخرج بالإدارة، إدارة المشروعات، المانجمنت بيزد على البي اي ام. وباذن الله هنبدا في المشروع ده مع المميزات اللي هيقدمها عبد الرحمن خلال المشروع دوت. المشروع ده هيقدر عبد الرحمن جهز للطلبة داتابيس كبيرة تحتوي على مشاريع هندسية عشان خاطر يوفر عليهم ان هم يروحوا يدوروا على المشاريع ديت، وكمان هم يقدروا لو مش عاجبهم الداتا اللي جوه الداتابيس دي يقدروا هم ينطلقوا يدوروا على مشروع يلاقوا فيه نفسهم ويلاقوا فيه امكانياتهم. الهدف من المشروع ان هو يطبق كل الحاجات والخبرة اللي خدها ينقلها للمهندسين من خلال المشروع دوت. وباذن الله كمان عبد الرحمن هيقدر يوفر البرامج بتاعة المشروع دوت للمهندسين، وهيكون في كلاود عام للمشاريع ديت وكلاود خاص لكل جروب، وكمان فيه هيكون فيديوهات مسجلة ولقاءات اونلاين مع الجروبز، وهيكون في كمان متابعات مستمره. لو حابب تنضم للمشروع دوت هتلاقي لينك مع الفيديو دوت تقدر تسجل فيه وتتواصل معنا مباشره باذن الله، وهنكلمك باذن الله ونحدد معاك ميعاد. شكرا جزيلا وانتظروني في فيديوهات قادمه، واللهم استعملنا ولا تستبدلنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.